وجه رئيس البرلمان العربي سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على دعمه المتواصل لعمل البرلمان العربي واهتمامه بنشر قيم الوسطية والتسامح وقبول الآخر والتعايش الإنساني، معربا عن تقديره للدور العظيم والرسالة السامية التي يقدمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر لخدمة قضايا العالم الإسلامي وجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المعتدل والمستنير، والذي امتد دوره للخارج من خلال مفيديه بمختلف دول العالم، فضلا عن دوره في مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب وتصحيح المفاهيم وبناء الوعي.